سادس، كيفكم؟ إن شاء الله اليوم راح نكمل الـ exercises عنا بالـ students book في صف كتابنا الملون. page 50 write activities. بنفتح على write activities في page 50 in our students book كتابنا الملون لنشوف أسئلة كيف راح نحلها. طبعا هيك أسئلة كمان زي ما حكينا ندرس نركز عليها ننتبه عليها منيح إن نختبر معلوماتنا أولا، وثانيا نعرف كيف طبيعة الأسئلة بتيجي بهاي الوحدة. أوكي، question A: read and complete the sentences. بدهم نكمل الجمل بالفراغات بالكلمة المناسبة. In the blue box we have bowling, punch, expert, action figures, doll, trade. أوكي، عندك number one: we could dash cars. طيب ما عرفت لهلا شو ممكن نعمل في الكارز. هلا بالجمله اللي بعدها راح تبين لي شو بدي احط بهي الفراغ. I will give you this red one for your blue one. في بدي اعطيك الحمراء وتعطيني الزرقاء. شو بنسميها هاد؟ تريد، انه نعمل تبادل تجاري بالسيارات. انا راح اعطيك الحمراء وانت تعطيني الزرقاء. اوكي، هيك فهمنا. اذا ما طبق the rest of the sentence. Help me to know what is the missing word. Number two, I bought a of tickets. A of tickets. شو اشتريت of tickets? So I can go on lots of ride. معناها راح اقدر اروح على كتير العاب. اذا شو انا صار معي كتير ايش? Bunch مجموعة من التيكتس من التذاكر. تيكتس يعني تذاكر في الالعاب. That game gives out dash. So I want to try to get an army man. Army man. What's army man? It's a kind of action figures. نوع من شخصيات الاكشن. فبالتالي انه مقصود في الجملة that game gives out. هاي اللعبة بتعطي action شخصيات action. Action figure. لذلك I want to try to get an army man. راح أحاول إنه أنا أحصل على army man. هي شخصية من شخصيات الأكشن. army man يعني الجندي أو الحد يعني من الشخصيات الأكشن الحديدي أو الرجل الجندي رجل الجيش يعني. The little girl played with her. تلعب little girl. الفتاة الصغيرة بتلعب with her. إيش أكيد تكون دول. And pretended to put it to bed. يعني بتحاول أو بتمثل أو بتلعب معها إنها هي عم بتنيمها بالتخت. كيف إحنا بنلعب في الباربي وهيك. He was an dash on the computer. He was an إيش on the computer. شو ممكن يكون في الكمبيوتر للشخص نحكي عنه هذا الشخص متخصص في الكمبيوتر. Expert خبير. He even knew how to write games for it. Number six, since it's inside, لأنها since on لأنها أو زي because يعني inside داخل. شو هي لأنها بالداخل؟ شو هي الإشي؟ It's a nice game to play on rainy day. هاي لعبة حلوة بتلعب في المطر مع إنها في مكان مغلق. شو هاي اللعبة اللي بكون في مبنى مغلق؟ اللي هي البولينج. مش بنكون في مبنى مغلق فما بنضطر ساعتها ايام المطر مو زي الفوتبول وزي ال شو كمان السوكر وال شو في كمان العاب تلعب برا باسكتبول في بعض الاحيان بتكون برا. يعني انه هاي البولينج لها مبنى خاص ما بتلعب برا نهائي. Okay, question B. Read and complete the conversation. Read and complete the conversation. يعني اقرأ وكمل ال conversation. رح تستخدم in a row. Made it. Try it out. عندك number one. Hooray! I is. بما انه هاي تدلني على الشعور بالفرحة. Hooray! Expression. هذا تعبير عن expression. Of happiness عن فرحة. فبالتالي انه انا عندي اشي بدي يدلي عنها. I made it فعلتها بالشكل الصحيح.
حكينا made it يعني في الوقت المناسب أو بالشكل الصحيح. فعلتها بالشكل الصحيح أو بالوقت المناسب. I got three baskets in a row. شو يعني in a row يا سادس؟ يعني على التوالي. أنا سجلت ثلاث سلات بالباسكت ورا بعض، حققت اللي أنا بدي إياه. Number two, good job. حكى له now can I try it out question mark. هل أستطيع أن أجربها؟ I want to see if I can win. بدي أشوف إذا أنا بقدر أفوز. Question C, read and complete the conversations. هلا هذا السؤال راح يدخل نصكم في بعض، راح يقول ليش يا مس حطيتي شال، ليش يا مس حطيتي كان، ليش يا مس حطيتي شد. انا بدي احط هون شد، هون بدي احط كان، هون بدي احط شدنت. اوكي هلا انا راح اقول لك. هلا هيك سؤال كتير 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 مهم، ولكن انا راح اكون مسهله عليك في الاغلب، لسه ما بعرف كيف طبيعه الامتحانات، لكن على الاغلب راح احط لك في نهايه الفراغ المودل اللي بدي اياك تستخدمه. بحط لك اما بين قوسين شال كان عشان ما تحتار، تحكي لي يا مس كان بتزبط، يا مس شال بتزبط. صح هذا المودلز بزبط اكثر من مودل في نفس الجمله. عندك نمبر 1 as an example كمثال، we museum. Shall we go to the museum? Shall we go to the museum? اذا هنا نعمل، إذا مطلوب منا هون على نفس نمط الجملة الأولى استخدموا المودل وبالنهاية. طيب نكمل. حكينا إنه أنا راح أجيب لكم بين قوسين المودل اللي راح أحطه على الأغلب، يعني راح أكون معطيك شو تستخدم عشان ما توقع بحيرة. يعني حكينا هون نشوف المثال الأول عندك، استخدمنا shall we go to the museum. من المثال بنعرف إنه بدنا إيانا نعمل question، نستخدم فيها المودل اللي احنا بنيه، ونعمل question نبدا في capital letter وننتهي في question mark. طيب عندك number 2 عندك they subject و dentist. تمام اذا انا هون استخدمت شال كمان مره، بتقدر في غير راح يجي يحكي لي يا مس نقدر نحكي كان، بس يدي انا بقول لك بتقدر صحيح 100%. فبتصير shall they go to the dentist question mark. نبدأ ب shall be capital S capital S and ends with question mark. shall they go to the dentist. dentist what's the meaning of dentist. حكينا هو دكتور الأسنان. you library shall you go to the library. shall you go to the library. كمان استخدم shall. هون بنحكي should you go صحيح، بس أنا هون مش عم بعطي نصيحة. لو استخدم should مش عاد عم بعطي نصيحة. نفس الشيء هون should we go to the supermarket برضو مو نصيحة، بس بقدر استخدمها. يعني هون بالنهاية إنه السؤال على الأغلب الأسئلة يستخدم لها shall وكان، نادرا ما يستخدم لها should، ولكن نستطيع أن نستخدمها. shall you go to the library question mark. كمان نركز إنه الأس كابيتال، أنا مش هون كاتب. we supermarket عندك should we go to the supermarket. shall we go to the supermarket. all of them are okay. كله صح. إذن هون كابيتال question mark. they movies can they go to the movies أو to watch movies أو to the cinema. أو هو بس ما إنه حطينا movies راح نخليها movies، بتصير can they go to the movies question mark. هلا question D عندك يا listening ما بدي اياه، ما في استماع عندي. question E مهم وحلو وسهل بنفس الوقت، فيعني ركز عليه منيح لانه سهل. عندك write either the long form of the contraction for each item. The contraction يعني الاختصار أو الاختصارات، يعني كل كلمتين مع بعض كيف بنختصرهم. عندك long form هو without contraction، والcontraction اللي هو الاختصار. يعني long form مثلا هون عندي cannot بتصير can't، هذا الcontraction.
عندك she will الكونتراكشن إلها shall shall اوكي okay. إذن نكتب هنا بالفراغ عندكم يا سادس she will. عندك will not تصبح won't هاي نعرفها won't. عندك هنا mustn't ما أعطينا شو long long form تبعها must not must not. عندك هون ما أعطينا long form he will بتصير he'll he will بتصير like that he'll. عندك هون كمان you would you'd you would would تختصر ب فقط بحرف الدي. they would they'd هلا هون I'd اللي هي I would لأنه الود هي فقط حرف الدي بنختصرها. عندك should not shouldn't shouldn't هنا بس نشيل الأو بنحط apostrophe shouldn't. we would اللي هي would لأنه الدي هي عبارة عن would. we would اللي هي would. طيب لو أنا أجي أحكي لك يا سادس هون she would مش من يعني لو جبت لك سؤال مثلا مش من الجدول قلت لك she would شو الكونتراكشن تبعها بدها كتير تفكير. لا الدي الود فقط نختصرها بدي وبنحط apostrophe يعني بتصير she apostrophe ed she'd. هاي ما في فراغات بينها ولا مسافات ولا أي شيء. يعني لو أجي أحط لك أحكي لك she فراغ يعني نبعد ونحط اد لحالها لا هاي بتيجي بتصير كلمة واحدة بعد الكونتراكشن ننتبه والابوستروفي ما ننساها. unscramble and write the sentences or questions. go I the may to museum art. هلا هون المطلوب منا انه نرتب الجملة بتصير may I go to the museum art. طبعا هون تخربشنا لانه ما بطل واضح وquestion mark بس هاي museum art هاي اللي تخربشت عندي صارت هون. ولا الترتيب الصحيح بتصير may I go to the museum art. number two we volleyball go game to shall the. نبدأ بأنه question رح نبدأ في المودل shall بس with capital بنخليه. shall we go to the volleyball game. ما ننسى ال question mark بالنهاية عليها علامات ال capital و question mark والترتيب كله عليه علامات. shall we go to the volleyball game question mark. number three could at I the park stay. طيب راح أبدأ بكود صح؟ لا ليش لا يا سادس؟ لأنه ما عندي question mark لي أبدأ في المودل راح أبدأ بالسبجكت. هون عندي first stop ما عندي علامة سؤال عندي نقطة فجملة عادية فأبدأ في السبجكت وليس في المودل. I could stay at the park full stop. I could stay at the park. number four والأخيرة restaurant go with the to shall question mark. shall we go to the restaurant question mark shall with capital S. shall we go to the restaurant question mark. وهيك بنكون خلصنا أسئلة ال write activity عنا. tomorrow إن شاء الله رح ناخد هاي review 5 ما بدي إياها لأنه هاي خلصت الفصل الأول عندي مراجعة على الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة الفصل الأول رح نحل مش كل شيء الصفحتين هدول الريفيو 6 بس مو كاملين راح اختار لك شوي يعني حصة المرة القادمة راح تكون قصيرة ما راح اطول عليكم عشان ننهي هاي الوحدة ان شاء الله ونبدأ في اليونت الجديدة. يعطيكم العافية يا سادس.